من أكرمكم الله بسكن المدينة، اعلموا أن المدينة مع شدة حرارتها وشدة لأوائها هي خير لكم من الأجواء الطيبة ومن البلدان الباردة، فاصبروا وصابروا ورابطوا يا أهل المدينة، فإن العاقبة حميدة. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد، يعني المدينة، اللأواء صعوبة العيش والشدة، قال لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والذي نفسي بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد. والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيرا منه. الحديث عند مسلم أيضا من رواية أبي هريرة وسعد قال: ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. عند مسلم أيضا أن مولاة لابن عمر جاءت إليه تسلم عليه تودعه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. إيش يعني؟ تعبت من العيش في المدينة فجاءت تستأذن في الخروج، قالت: اشتد علينا الزمان. فقال: اقعدي يا لكاع، يعني يا حمقاء، قال: اقعدي يا لكاع، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. فرأى أنه من الحمق أن يتنازل إنسان عن هذا الشرف من أجل أن يجد فسحة في العيش، ليس تحريما لكنه إشارة إلى الفضل العظيم والغبن الذي يمكن أن يخسره العبد إذا لم يحسن النظرة. في صحيح مسلم أيضا أن رجلا جاء إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ليالي الحرة، وتقدم البارحة ما الحرة، الفتنة العظيمة التي قتل فيها ما يزيد على 1000 من أولاد الصحابة زمن يزيد، فتنة عظيمة حتى دخلت الخيل فرتعت وبالت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أظلمت المدينة إظلاما تلك الأيام واشتدت المحنة. فجاء رجل إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة في الخروج، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال أبو سعيد الخدري: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا إذا مات مسلما. ما زالت هذه الأحاديث وأمثالها يا كرام إلى اليوم هي عند كثير من أهل المدينة وساكنيها سببا في بقائهم بها وصبرهم، ولو ضاقت بهم سبل العيش في الحياة. وحق لهم والله أن يكون بين أيديهم وبين أعينهم نصب هذا الحديث، وأن يرجو أحدهم